السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم مصطفى. طبعا اليوم راح نلعب كلاش رويال، بس قبل كل شيء اريد مساعدتكم بشغله. اكيد شفتوا الانترو الجديد مالتي، كتبوا لي بالتعليقات هل اخليه بدايه كل مقطع كلاش رويال او لا، يعني يساعدوا كتبوا، يعني ابقى على الانترو مالتي القديم هذا الاحمر وهيك يجي وجويستيك تتذكروه، او ابقى على هذا الانترو الجديد السواليه ولد صديقي، طبعا تحياتي له. فكتبوا لي بالتعليقات، وبما انه انت راح تعلقت خلي لايك بطريقك يا اخي، ما تخسرش، خلينا لايك. اوكي، طبعا اليوم حلقتنا كلش مميزه، ستقولوا لي ليش؟ لان طلع لي عرض بالمتجر، هذا الصندوق السحري، مو للسحري، الاسطوري. شو السالفه؟ الاسطوري ب 500 جوهره، يعني تخيلوا ب 500 جوهره تطلع لي بطاقه اسطوريه 100%، بس خايف منها الصراحه. طبعا 500 جوهره رخيصه جدا، يعني حتى اذا واحد ما يشحن جواهر من الممكن ان يجمع، هاني كنت اجمع دائما هيك، بس هسه قمت استخدم برنامج مال تجميع الجواهر، راح اخليكم اياه بالوصف الفيديو مال الشرح مالته. فالمهم عندنا هاي الصناديق محضرها لكم بالاضافه الى هذا الصندوق. اوكي، هسه شنو يا شباب؟ اريد منكم تحزرون، يعني تتوقعون شنو البطاقه الاسطوريه راح تطلع لي. يعني وقف المقطع هسه واكتب بالتعليقات شنو البطاقه الاسطوريه راح تطلع، وعلى مود تشوف هل توقعك صحيح ام خطا. انا اي شيء استقبله، اي شيء، اي بطاقه استقبلها ما عدا اللافا والخشبه، هذني اذا طلع لي صدق يعني ازعل على سوبر سيل، مش واذا ازعل على اساس هم يعني كل شيء يهتموا لي. فالمهم اتمنى يطلع لي ماينر او اميره. حلو، اذا سباركي بعد احسن، مثل ذيك المره، ذيك المره طلع لي سباركي. كافي مصطفى، ايش قاعد تحكي؟ صدق كذا، افتح الصندوق وفضها. يلا يا الله، 3 2 1 يلا جو. اوكي، 500 جوهره، يلا يلا يلا. اوه ماينر، اخيرا ماينر، والله العظيم ما مصدق، اخيرا حقق الحلم، والله ما مصدق. عامل المنجم، عامل منجم، ماينر 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 ماينر، لحد الان ما مصدق، والله العظيم يا شباب انتو خير علي. كل ما افتح باكيجات وياكم تطلع لي بطاقات حلوه، والله العظيم بدون اي مبالغه، يعني شكرا لكم. اوكي، عامل منجم يا اخي، والله حلو شكله، شوفوا شلونه يخبل. هسه شنو نسوي؟ طبعا خلينا نجربه، شيء اكيد بطاقه جديده اجربه، ولو ما مجربه قبل فيجوز راح يدعسوني يعني. فيبقى هاي تشكيلتي، مفكر بدل ما نخليه والله ما ادري الماينر هو ما اعرف تشكيلته، فنجرب اخليه بدال المينيون هذول الثلاثه، او اخليه بدال خليه بدال المينيون. كافي مصطفى، هواي قمت تحكي، ويب خليه بدال المينيون ونجرب نهجم وياكم. طبعا هاي مو التشكيله مالته، لا حد يستخدمها، ما اقول لكم استخدموها، هاي الصناديق راح نفتحها ورا الهجمه، ما اقول لكم استخدموها، هاي الهجمه للتجربة، وحتى إذا أخسر ما راح أقصها. ماشي، حظا موفقا، لازم نقول له شكرا. هذا اسمه شيف جاك، عبالي شيف بات، أو نزل لي ماينر. يا أخي ليش تنزل لي ماينر؟ أني هم عندي ماينر، يعني شنو تحرق قلبي عبالك مثل قبل؟ أني هم عندي ماينر. أو والله المينيون اشتغل، هاي استراتيجية مالته قوية، يمكن راح أبوقها من يمه. أوكي، هسه نجرب الماينر. انزل يا ماينر. وي والله حلو، هاي اول مرة اجربه وطلع فد شي خرافي، ولو هو ما بيه حظ يعني يموت، بس اله تشكيلات معينة يصير يسوي وياك تشكيلة رهيب. اوكي، نزل برابر على البيك الصغيروني وياه. اوه نزل لنا جذع، نزل جذع، بعد سوى بالبرابر، والله مفيد الجذع، انا يعني قلت مو زين، بس بي اميرة نضربها اسهم نخلص منها اميرة. حلو، ماتت اميره، ما ليفل 2 ماتت الاميره، والله قهرني، قال لي احسنت، بس لا تخسرنا معود، انت ليفل 10، انا هم ليفل 10، نسيت، انا ظليت افكر انا عبالي ليفل 9، فاستوني دخلت بالليفل 10 وقام يطلعوا لي خصوم اقوياء. فيبقى اتوقع راح يعيد التشكيله مالته، مينيون هنا ينزلني وزاب نضربهم. اوكي، حفظت التشكيله مالته، حفظت التشكيله مالته، حلو حلو. هسه راح ابدو يا انزل له السبارك، هسه عرف الثلج راح اوفى يموت، لان شنو باقي له هيجي سهم سهميا ويموت. اوكي، هسه انزل سباركي، اول مره انزل سباركي بالماتش، او نزل لي هذول شو اسمهم، ارواح النار، المعمل، ما ادري المصنع مال ارواح النار.
فهذا شيء مزعج صراحة. يضوج أميرة نخلص منها بالأسهم. أوكي نزل نزل لنا جذع باع السوا بالسباركي. أوكي حلو حلو، يمكن راح ينزل مينيون. أحضر زاب، قلت لكم شوفوا ساحر الثلج وتنزل ويا زاب ينتهون حشد المينيون لو إيش قد ما يصيرون. أوكي فهاي معلومة يجوز تفيدكم، من الممكن أن تفيدكم. أوكي هسه العملاق يشتغل وساحر الثلج، والله أخذنا هواي من نقاط التاور مالته. بقى بس 400 واني بقت 500. أميرة نخلص منها بالأسهم كالعادة. برابر على الماينر، راح الماينر مالته فيب ما يحتاج يعني. أوكي راح أنزل عملاق وساحر ثلج وأحضر زاب للمينيون مالته. أدري بي راح ينزل مينيون 100% أدري. لا والله لا والله. هسه نزل مينيون. أوكي حلو حلو، أريد بس اوكي العملاق لو يضرب ضربه والله ضوجني ضوجني صراحه. اوكي اسهم راحوا كلهم على البيك الصغير. اوه والله والله صارت قويه المعركه، صارت قويه. خلنا ننزل ماينر لان هو منزل لي ماينر. بقى بس 300 وينتهي التاور مالته. ضربه زاب، يلا يلا بعد ضربه يا اخي بعد ضربه. 133 يعني بزاب واسهم بقت بس 26. منتظر الزاب اني منتظر الزاب بس لا ينزل لي ماينر. اوكي باع الماينر وين نزلت والله. اوكي زاب 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 زاب. حلو فزت فزت ولو استراتيجيه غير متناسقه نهائيا، بس رغم هذا فزت. خلينا نقول له احسنت، والله معركه حماسيه صراحه جدا حماسيه. وتوقعت اخسر لان يعني بالبدايه هو استلمني طب ما طب. فيب ما علينا يا شباب. اوف والله قلبي يدق بسرعه من هاي الهجمه. اوكي خلينا نفتح الصندوق المجاني. طبعا قبل شوية خبرني أبو الشركة شو يقول، يقول لي بهاي الصناديق الذهبية راح يطلع لك أسطوري. لا لا مو صدق، قال لي 16 أميرة راح تطلع لك بهاي الصناديق، فما أدري. لا شاقة وياكم شاقة وياكم. أوكي نفتح أول صندوق ذهبي، نعوف التاج آخر واحد عرفتوا، لأن هو التاج دائما يطلع أشياء حلوة. أوكي عملاق ملكي 10 برابر 10 حلو حلوين والله. تيسلا ما أستخدمها للأسف، وكوخ البربري هم عايفة ما استخدمه. جاء الصندوق اللي بعده ذهب 265 غيلان 5 ميجا مينيون حلو 3 ميجا مينيون. اوعدكم راح انزلها استراتيجية خرافية، فوصلوا هذا الفيديو هواي لايكات وراح انزلها بقرب وقت ان شاء الله. والله استراتيجية خرافية، اكو هاي ناس قالوا عليها فاشل بس هو مو طبيعي. اوكي غيلان الرمح او حراس بطاقة ممتازة بصندوق ذهبي، والله حلو حلو. اوكي صندوق ذهبي الثالث ذهب 208 برابرة 3، ليش 3 صارت زحمة. اوكي مدفع 12 حلو، عملاق ملك 19. اعتقد راح اخلي عملاق الملكي ويا الماينر يعني في شيء متناسق. اوكي اخر بطاقة 1 2 3. ميجا مينيون هم بعد 4 حلو والله حلو. هاي الصناديق تدرون اول مره هيك يعني تفتيح باكجات، مو اقول لكم وياكم حلو تفتيح الباكجات يعني. ذهب 500 جميل، جواهر 3 هم جميل، شهد القبر 1 ليش 1. اوكي برج النار انفيرنو. ميجا مينيون هم 5، هاي شنو يعني يدري بي استخدم ميجا مينيون. يلا يلا اخر بطاقه 1 2 3. أرواح النار 68 حلو، إن شاء الله بالمستقبل أطورها وأخليها بتشكيلة معينة. فأوكي شباب هذا الصندوق ما فتح لي أنا، أعتقد مثل باقي الصناديق ما يستاهل أصرف 30 جوهرة على مودة. فأوكي شباب أنصحكم أي واحد طلع على هذا العرض خلي يشتري، أنصحكم يعني طلع لي بطاقة أسطورية وب 500 جوهرة 500 جوهرة. اوكي اوكي شباب لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تخلي لايك اذا عجبك الفيديو، واذا ما عجبك خلي ديسلايك بس اكتب لي السبب على مود اتفادى هذا الخطأ بالمرة الجاية. وخلونا اشتراك، اضغطوا هذا اشتراك الزر الاحمر وفعل الجرس هذا على مود يجيك اشعار من انزل فيديو، دوس اشعار ودوس الجرس. اوكي فيب بعد ما عندنا شيء مع السلامة.